ومعاكم عز جندي واتعب الله. مساءكم كل خير. فيديو جديد النهارده الثلاث، النهارده 22 فبراير. طبعا النهارده دانكن دونات فاضي وهادئ وريلاكس، وانا بحب الهدوء، وتقعد كده تلاقي المكان فاضي وزي ما انتم شايفين. وانا عايز اقول دانكن دونات فاضي وزحمه هاديه، ومش زحمه، وكراسي فاضيه. وانا عايز اقول دخلت دانكن دونات وقلت للراجل انا عايز قهوه تكون فيها ضوء، فقال لي انا هديك كابتشينو بس نسبه الكافيين بتاعها عالي، كابتشينو بس هيزود الكافيين بتاعها. فانا عايز اقول يلا بينا نجرب الكابتشينو، رغم ان انا نزلت فيديوهات كتير عن الكابتشينو. قبل كل حاجه يا ريت تشتركوا كتير وتعملوا لايكات كتير مع تعليقات حلوه مع تقييمات. نحط عليها سكر. نحط على سكر طبعا كابتشينو، بالتالي نسبة الكافيين بتاعها عالي. كابتشينو ولا بينا نجربه، وانا اقسم الفيديوهات على 2 3.